ورأيت على الرمل قرب
تندحر اثار السياره اثار الطائرات. اذا اجتمع كل اهل الكويت وقالوا لك ان سياره لم تمر من هنا، هل تصدقهم؟ لا. لماذا لا تصدقهم؟ لانك رايت الاثر، والاثر يدل على المؤثر. هل رايت السياره بعينك؟ لا. هل سمعت صوت السياره؟ لا. هل لمست السياره بيدك؟ لا. هل شممت رائحه السياره والبنزين؟ لا. فمن اين تقول السياره مرت؟ من الاثر. لا رؤية عينية، لا سماع صوتية، لا استشماع أنفية، لا لمس يدوية ورجلية، ومع ذلك تقول إن السيارة مرت. من أين تقول السيارة مرت؟ من عقلك، لأن الحواس مو خاصة بالظاهرة. الحواس الخمس الظاهرة حواس معلومة، لكن وراء هذه الحواس عقل، والعقل يدرك. يقولون ان نيوتن وهو رجل غربي هو الذي اكتشف الجاذبيه. ذات مره كان نائما تحت شجره تفاح، فراى ان تفاحه سقطت على الارض. فكر لماذا هذه التفاحه سقطت؟ لعل قبل نيوتن ملايين الناس الفلاحين وغير الفلاحين رأوا أن تفاحة ورمانة وخوخة وبرتقالة وجوزة ولوزة ونرجيلة سقطت، لكن أين أي منهم لم يفكر لماذا تسقط هذه التفاحة أو النرجيلة وما أشبه. وهذا كان شيئا بديهيا عندهم، حتى جاء إسحاق نيوتن. ولما جاء إسحاق نيوتن رأى أن تفاحة سقطت من علو من شجرة إلى الأرض، ففكر لماذا سقطت؟ وفكر 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 حتى توصل إلى الجاذبية، القوة الجاذبية في الأرض. ونشأ القوة الجاذبية. العلماء الذين كانوا معاصرين له حسدوه ورموه بالجنون. هذا مجنون، عالم قدير كبير. وفي الحقيقة من وعد الإنسان أنه إذا رأى عالما كبيرا وشخصية مكتشفة يحسده. وعلى قول الشاعر: ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سقى عليه المبرد. مبرد، شايفين المبرد؟ هذا شنو؟ هو حديد، أيضا مسلط على الحديد، يبرد الحديد. ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سقى عليه المبرد. إسحاق نيوتن لما بين النظرة الجاذبية حسده العلماء المعاصرون له من المكتشفين وما أشبه، ورموه بالجنون، ورموه بأنه لا يفهم، ورأوه بأنه خيال. لكن نظريته الجاذبية أثبتت نفسها بقوة، وثبتت هذه النظرية في العالم. والآن الذين ذهبوا إلى الفضاء اكتشفوا صحة هذه النظرية 100%، حتى أن الذين يذهبون إلى الفضاء بعد مدة، كلكم قرأتم وسمعتم في الإذاعات وفي غيرها أن هؤلاء لما يتخلصوا من جاذبية الأرض يصبح لا وزن له، فريشة في الفضاء، يعني أنه لا يتمكن أن يمشي، لا يتمكن أن ينام، لا يتمكن حتى أن يأكل. بالقوة وبالضبط يدخلون الطعام في أجواتهم، والطعام يدخل في جوفهم أبدا، حتى الماء. يعني إذا أنه بيدك
أنفاس من الماء وأفرغته في الفضاء تقي في الفضاء مثل الدخان لا تراه. ولذا بأساليب خاصة هؤلاء يتمكنون من البقاء في الفضاء لأن جاذبية مو موجودة. وهؤلاء الذين ذهبوا من الروس إلى الفضاء تستشهر نص يعني 105 أيام دربوا على عدم الوزن في الداخل يعني في الأرض في المختبرات الأرضية. فغرف خاصة صنعوا لهم من المغناطيس وما أشبه وأفرغوا الغرفة من الجاذبية. وهؤلاء 3 أشهر ونصف يعني 105 أيام يدربون على عدم الوزن. وكذلك في أمريكا لما أرادوا أن ينزلوا على القمر وما أشبه دربوا هؤلاء الرواد الفضائيين على عدم الوزن حتى تمكنوا أن يذهبوا هناك وهناك لا وزن لهم إطلاقا. هذا حسب نظرية إسحاق نيوتن في النظرية الجاذبية. كلامنا مو في هذه المباحث، كلامنا في النظرة الكونية الشيوعية بالنسبة إلى الكون والذين يقولون إن حيث لن نرى الإله وحيث لن نلمس الإله وحيث لن نتذوق الإله وحيث لن نستشم رائحة الإله وحيث لن نسمع صوت الإله فلا إله. الجاذبية رأيتموها نسألهم أي عالم حتى خريج الجامعة قال لك إنه رأى الجاذبية مستحيل. الجاذبية لا ترى لا تسمع لا تلمس لا تذاق لا تستشم فهي ليست موجودة. مع العلم إذا سألت من طالب الثانوية في كل العالم يقول الجاذبية موجودة. فهذا المنطق الإله ليس بموجود لأنه لا يحد منطق الأطفال والأصغر من الأطفال. كثير من أشياء العالم لا يحد العقل. هل إنسان ينكر العقل في العالم؟ وقت بأي إنسان يقول لك إني رأيت العقل إني سمعت صوت العقل إني لمست العقل إني استشممت العقل إني تلوقت العقل، هل هناك عقل إنسان يقول هذا الشيء؟ فالعقل ليس موجود على منطق الشيوعيين لأنه لم يحس ولم يلمس وإلى آخر القائمة. النفس، هل إنسان رأى النفس؟ هل إنسان وزن النفس؟ علماء الغرب الآن عشرات السنوات وأكثر من العشرات ولعل بعضكم قرأتم يريدون رؤية النفس أو الإحساس بالنفس. هذا الإنسان الحي النائم هنا وهو في آخر ساعات ولحظات حياته ونرى هذا الإنسان يبصر ويتكلم ويسمع ويلمس ويأكل والطبيب قال إنه بعد ساعة أو بعد نصف ساعة يموت. يأتون بأدق الأجهزة الأجهزة الإلكترونية وغيرها حتى يشاهدوا ما لا يخرج من هذا الإنسان إذا مات ما لا يخرج حتى تتعطل كل حواسه تتعطل عينه وأذنه ولسانه ويده ومعدته وكبده ورئته وكليته وقلبه وكل شيء. هم يعترضون في قلوبهم لا نعرف ما هي الآثار تدو لا نحتاج إلى الرؤية. الاحتياج إلى الرؤية منطق الأطفال. الطفل ما لم يرى شيئا لا يصدق به. أما الإنسان العاقل يدري أن أكثر أشياء العالم لا يرى لا يرى أكثر أشياء العالم. العقل لا يرى، النفس لا ترى، الروح لا يرى، العاطفة لا ترى. الشجاع إنسان شجاع وإنسان جبان كلاهما عين وأذن ولسان وقلب وجميع الأجهزة
تعال سأل الأطباء أن هذا الإنسان فرقه عن هذا الإنسان شنو وشجاعته في أين. علماء العالم كلهم يعترفون أننا لا ندري. علماء العالم فهذا المنطق وهو يقول إني لا أرى رأيته هذا منطق الأطفال. كثير من أشياء العالم لا يرى وهي حقيقة. الكهرباء اسأل جميع الشيميائيين والفيزيائيين والكيميائيين ما هو الكهرباء. الكهرباء الذي الآن نستفيد منه في السماعة وفي المروعة وفي الكونديشن وفي ألف شيء وشيء. ما هي الكهرباء وما حقيقة الكهرباء؟ ممكن أن يقول لك أمواج. أمواج لا مو حقيقة. بحر أمواج، كهرباء أمواج، أمواج الراديو أمواج، أمواج التلفزيون أمواج، أمواج النور أمواج، أمواج الجاذبة أمواج. أمواج لا حقيقته ما هي؟ يقول لنا الله وهم يقولون الله شيء موجود ثابت حقيقة وله ملايين ملايين الآثار وأنك لم تره لكن رأيت آثاره وآثاره موجودة في كل مكان. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله ومعه وبعده. رأيت الله رؤية القلب لأن الرؤية لها ثلاث إطلاقات في اللغة العربية رؤية العين رؤية القلب رؤية المنام. يقول رأيت في المنام رأيت إني أرى. أرى يعني أرى شنو يعني قلبي أرى بعيني أرى بقلبي أرى في منامي. الرؤية تطلق على كل هذه الأمور. هذه هي الفلسفة والنظرية الكونية للشيوعيين وفي الحقيقة أكل عليها الدهر وشرب. وإن كان بعضهم عندهم حكومات ويؤيدون هذه النظرة الإله ليس بموجود الإله ليس بموجود إذا الإله ليس بموجود فمن صنع هذا الكون الذي أي شيء دقيق فيه بعثرة. يعني لا تجد أصغر شيء في الكون بلا حكمة. وإني لا أريد الآن أن أبين لكم الأرقام العلمية وكلكم مثقفون وكلكم تقرؤون. الأرقام العلمية تدل على أنه في الكون ليس بشيء حتى الصغير بلا حكمة. أحد أطباء اليونان قبل 3000 سنة و 4000 سنة ويسمى بجالينوس هذا طبيب قدير جدا وجدا قدير وله في الطب القديم يد طولة. هذا الإنسان كان يتصور أن كل شيء خلق في حكمة وكان يعترف بالله في النبات في الماء في الحيوان في الإنسان في الكون كل شيء خلق فيه حكمة. لكن كان يتصور أن الجعل ليس فيه حكمة. الجعل نوع من الخنفساء. هذا الحيوان يطير يطير كبيرا ويطير وإذا طار يعطي حسا مزعجا. ما أدري أيكم شايفين هذا الحيوان أو ما شايفين وأيكم شايفين طيرانه أو ما شايفين. حيوان من نوع الخنفساء ويسمى بالجعل وإذا طار يعطي حسا مدهشا دوي. فالدوي كبير عنده في جناحه وقت الطيران حس مدهش. وهذا الحيوان حيوان وسخ دائما. وهذا أجلكم الله إذا رأى النجاسة القاذورة يدحرجه أمامه. كثيرا ما رأيته في الصحراء هذا الحيوان موجود. وإذا رأيتم ذات مرة كشته تفحصوا في الصحراء فالساعتين للساعات حتى تجدوا هذا الحيوان وترونه بعينكم. في الحقيقة حيوان عجيب هذا. هذا يحب النجاسة وإذا رآه يستشمه ويحتضنه ثم يدحرجه أمامه أي قواصر ربا له. جاء
جالينوس كان يظن أن هذا الحيوان خلق عبثا مطيقا، وكان يناقش أصحابه بأنه لم يجد في هذا الحيوان فائدة، فهذا الحيوان خلق عبثا واعتباطا. من الصدف أنه ابتلي جالينوس الطبيب الهائل بالخراج، الخراج عن الدنبلة في جسمه، والدنبلة والخراج يتقيح ويعطي القيح والعفونة ويؤذيه الليل نهار، يسهر ليله ويؤذي نهاره، وهو طبيب حاذق، وكلما عالج لم ينفع. من الغريب بين قوسين، من الغريب أن الأطباء الحاذقين مبتلون بالأمراض، هذا حقيقة جدا غريب، إني رأيت هذا الشيء في العراق، وحتى رأيته في الكويت، كان عندما أعرف تاريخ المسلم لهذا الشيء، تجد طبيبا هائلا لكن له مرض، دلالة على أن الله فوق هذا الطبيب، ولا يظن الطبيب أنه لما صار طبيبا يفهم كل شيء ويعلم كل شيء. كل ما عالج لم ينفع. جالينوس أطباء آخرين مهر عالجوا مرضه لم ينجحوا. ذات مرة كان جالسا في غرفته المطلة على الشارع في يونان، لأن هم من أثينا ويونان، كان جالسا في هذه الغرفة وإذا ترد واحد من الصعاليك الذين يمرون بالعشائر، ولعلكم رأيتم أو سمعتم أمثال هذه القطط، الآن هم موجود هذا الشيء في العشائر، بعض الناس عندهم نوع من العلم القليل فيحملون بعض العقاقير الصحية والدوائية إلى جانب حملهم للسكر والأردن وبعض الحاجيات، ويمرون بالعشائر في نفس الوقت هم أطباء عشائريين، وفي نفس الوقت هم بياعين للعشائر، ويتفقون من هذا النوع. هؤلاء غالبا أناس أذكياء فعاليك، واحد من هؤلاء الفعاليك يمر في شارع جالينوس، وجالينوس جالس على غرفته، وأخذ هذا الرجل يصيح طبيب طبيب، لأنهم يصيحون أيضا، أنا رأيت أمثالهم في العراق أيام الكورونا، طبيب طبيب. فالواحد من أصدقائه قال له يا جالينوس لنأتي لهذا الرجل لعله يعرف دواءك. ضحك جالينوس، أنا هذا عنده نوع من الذكاء ما دارس أبدا، وإني بروفيسور في الطب لا أعرف الدواء، وأصدقائي الكبار لا يعرفون الدواء، فأنا هذا الصعلوك يعرف دوائي. الصديق قال له لا تخف، إذا لم يعرف الدواء لا شيء، وإذا عرف الدواء فربحنا وربحت. فقرأته صعب، إجا قال له جالينوس هذا مرضي، وهو لا يعرف جالينوس، إنسان عادي، قال هذا مرضي وأراه الخراج والدمل، ما دواءه؟ نظر إليه قال له دواء بسيط بسيط، بهذا الطاقة رايح لندن ونيويورك وعلاج ما صعب، بل الصعلوك يقول دواء بسيط، بالنسبة لي أمثل كمثال، قال دواء بسيط، فشرب قال عندكم جوعان؟ قال لنا أصحابك يجيبوني جوعان، الآن أنا أشافيك، الآن أشافيك، راحوا جابوا الجوعان، ضحكوا لكن راحوا جابوا الجوعان، هذا اللي جالينوس كان يقول إنه بلا فائدة خلص، جابوا جعل شب جعل جاب، وإذا بهذا الصعلوك الطبيب قتل هذه الجعلات وأحرقها، وذر في الوقت رمادا على دنبل جالينوس. بعد دقائق وإذا كل الوجع ارتفع خلاص، جالينوس توجه إليه وقال له كلمة فينا، قال له أيها الطبيب أنت لست طبيبا، وهذا الخراج إنما الله ابتلاني به، وجاء بك إلي لتعالجه بهذه البساطة حتى يرغم أنفي أنا الجالينوس،
وحتى لا أقول إن شيئاً خلق في العقائدة. هذا كل الفلسفة جمعها جالينوس في هذه الكلمة. هؤلاء يقولون لا إله، هل يمكن لا إله مع مليون ومليون ومليون قواعد كونية وحتى ذرة عددية ما فوق الكون؟ هل هذا عقل في الحقيقة؟ هذا عقل الأطفال، وحتى الأطفال أعقل من هؤلاء، لأن الطفل إذا رأى أثرا دله ذلك على أن له مؤثر. قال القوم بعظمته لا إله. الحقيقة هذه المباحث كلها تحتاج إلى ليالي، وإنما نحن نلاحظها في كلمات صغار. هذه هي النظرة الشيوعية الكونية، والتي غلط حتى عند أطفال الابتدائية. الكلام الثاني لهم، عندهم هؤلاء فلسفة اقتصادية، والآن إني لا أريد أن أبين فلسفة هؤلاء الاقتصادية تفصيلا، فإن لها كتب ويجب أن يقرأها المثقفون بالاستيعاب، لكن كفى في غلطية فلسفتهم الاقتصادية أن هذه الفلسفة ثبتت أن كل الشعب أصبحوا فقراء. الآن تأتي إلى الكويت، أكو أغنياء، أكو متوسطين، أكو فقراء. أما إذا ذهبت إلى الاتحاد السوفيتي أو إلى الصين أو إلى ألمانيا الشرقية تجد كلهم فقراء، باستثناء الطبقة الحاكمة الذين هم الرأسماليون، يعني أنهم ما حطموا نظام الرأسمالية كما يقولون، وإنما أخذوا الرأسمالية من التجار وأعطوها إلى يد الدولة وجعلوا كل الشعب فقراء. والذي لا يصدق هذا يطالع الكتب ويذهب بنفسه حتى يرى بعينه هذه المأساة، مأساة فقر الكل، لا مسكن ولا مأكل كامل ولا ملبس كامل. هل هذا نظام؟ هل يسمى فلسفة اقتصادية هذا النظام الذي يفقر كل الشعب؟ النظام الصحيح هو الذي يثري كل الشعب، مو يفقر كل الشعب ويأخذ المال من يد كل الشعب ويعطيه إلى يد عصمة قليلة هم في قمة الهرم وهم الحزب فقط وانتهى كل شيء. عندهم في هيكلهم الفكري الثقافي الثلاثة، الوصفية الثالثة هو عبارة عن العدالة الاجتماعية. وهل هنالك عدالة اجتماعية؟ كلهم يقولون دكتاتورية. وأيكم لم تسمعوا هذه الكلمة من الإذاعات والصحف؟ يعني الناس يعيشون غير أحرار. الحرية التي هي منتهى أمر الإنسان في العالم، في الحقيقة إذا قيل لك أنت يجب أن تبقى في الكويت 10 سنوات لا أكثر، والكويت وأنت مرتاح فيها تجد نفسك مضيقة، أما العمل معين، الأكل معين، اللباس معين، المسكن معين، السفر معين، وكل شيء تحكيم الحريات. هل تحكيم الحريات من عقل البشر في الحقيقة؟ أي عقل إنسان يرضى أن يذهب عنه انطلاقه وتذهب عنه حريته وتبدل الحرية بالدكتاتورية والكبت وانتهى كل شيء؟ النظام الشيوعي متوقف على هذه الأمور الثلاثة، عبارة عن نظرة كونية خطأ، عن فلسفة اقتصادية خطأ،
عن عدالة اجتماعية خطأ، هذا هو الهيكل الذي يبنى عليه الشيوعية في كل مكان وفي كل زمان. اقرأوا أولا يا شباب كتابين هذان الكتابان من أكبر زعماء الشيوعية وهو كرشوف وكذا. ثم نأتي إلى بعض الناس ورأيناهم كثيرا في العراق ووجدناهم قليلا في الكويت، كانوا يقولون إننا يجب علينا أن نصادق مع هؤلاء للاستفادة منهم تكنولوجيا. هل هذا منطق صحيح؟ تكنولوجيا الاتحاد السوفيتي بنفسه يتمدد يد التكتم إلى الغرب، وكلكم قرأتم في الصحف وكلكم رأيتم وسمعتم أن في هذا العصر الأخير الغربيون بسبب سوء تفاهم بينهم وبين الشرقيين قالوا لهم لا نعطيكم العقول التي بعناها لكم أبدا لنعطيكم حتى تحرروا الناس. أنا الآن كلامي مو في تحرير الناس وعدم تحرير الناس بما صار بين الغرب وبين الشرق، وإنما عن كلامي أنه كلام جماعة من الشباب المغرر بهم يقولون يجب أن نصادق الكتلة الشيوعية لأجل التكنولوجيا. ما عندهم تكنولوجيا، وتكنولوجيا غيرهم أفضل منهم. تصادق أناس متأخرين، تصادق هؤلاء. والآن الصين وكلكم قرأتم في الصحف يتمد يده وهم 900 مليون إلى تكنولوجيا اليابان، وهم 100 مليون صادق وناس هكذا هم متأخرون. الإنسان إذا أراد أن يصادق يصادق نفسه، يصدق مع نفسه، يقدم نفسه، لأنه يصادق مع أناس هم متأخرون. قسم يقولون إنا نصادق هؤلاء لأنهم ضد الغربيين وأصدقاؤنا، أي ضد القائمة الشباب المقرر بنا. هل رأونا أصدقاؤنا؟ 70 مليون مسلم تحت الكأس في بلادهم، 70 مليون، مو واحد ولا 10 ولا 20 ولا 100، وهؤلاء محرومون من جميع الحقوق، حتى من أن يصلي محروم، وحتى من أن يؤذن محروم، وحتى من أن يسجد لله محروم، وحتى من أن يبني مسجد محروم، وحتى من أن يحج محروم، وحتى من أن يسافر إلى كربلاء أو إلى خراسان محروم. كف وإرهاب ولا أكثر ولا أقل. أناس يعملون مع المسلمين هكذا نصادقهم لأنهم أصدقاؤنا، هل هذا صحيح؟ ثم إنهم في بلادهم ست من جمهورياتنا والتي كانت بالنيران واقتطعوها، كما اقتطع اليهود فلسطين وضحنا وأقمنا الدنيا وأبعدناهم، هم اقتطعوا ست جمهوريات من بلادنا وبلادنا تحت كفهم وإرهابهم، جمهورية أوزبكستان وأذربيجان وتركمانستان وتاجكستان وأفغانستان وقرقيز، إذن جمهوريات كلها إسلامية، وهؤلاء أقربائهم بعض موجودون في بلادنا في البلاد الإسلامية، لأنها كانت بلاد إسلامية وكثير منها بلاد إيرانية، وأقربائهم موجودون وغير أقربائهم. هل هذا صديقك؟ صديقك هو الذي يقتل أخاك ويكسر أخاك ويأخذ أرضك، هذا صديقك؟ إذا هؤلاء أصدقاء فاليهود إلا أصدقاؤهم، لأن اليهود لما انصرفوا فيها إلا عن قاعدة قسمة من بلادنا لا أكثر ولا أقل. لكن اليهود أخذوا من بلادنا ولنا حريات المظاهرات، وكلكم تعلمون يوميا في إسرائيل المغتصبة يتظاهرون مظاهرات
أنهم عميا، لكن هل هناك تسمح لهم بالمظاهرات وبالإضرابات؟ فضل قسم يقولون هل القسم الثالث من الشباب المغردين يقولون لا صحيح كل هذا، لكن نحن نصادقهم ضد اليهود، لأن هؤلاء ضد اليهود. وليعلم هؤلاء كلمتان فقط، ولا نريد أن نطيل. الكلمة الأولى: اقرأوا يا شباب ويا شابات أن الاتحاد السوفيتي هي الدولة الثانية أو الثالثة التي اعترفت باليهود. هذول أصدقاء يقولون لأنهم أعداء إسرائيل، أعداء إسرائيل هم أخذ الدار بالقوة والشرد وكل شيء، وهذا اعترف بالدولة الصحيحة. صحيح. وقرأوا شوفوا في سنة 48 بعد وعد بالفور واقتطاع هؤلاء لقسم من بلاد الإسلام، اليهود ثاني دولة أو ثالث دولة اعترفت باليهود هم هؤلاء الإسلام. هؤلاء اقتطاع، هذا نقول انقضاء. لكن تعالوا اليوم، من يزود إسرائيل بالخبرة والرجال؟ الأمريكيين يزودون إسرائيل بماذا؟ يزودوا بالمال والسلاح. والروس يزودون إسرائيل بالخبرة والخبراء والرجال، وهذا شيء مكتوب في كل الصحف الكويتية وغير الكويتية والإذاعات وغير الإذاعات. هل هؤلاء هم الذين نصادقهم لأنهم ضد إسرائيل؟ الحقيقة أني لا أريد التكلم حول السياسة وغير السياسة، إني يهمني الإسلام والدين والحرية والله، ولأن هؤلاء ضد هذه الأمور فنحن ضدهم، كما نحن ضد الغربيين أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، آيتان في القرآن لا تنسوناهما. نحن يجب أن نكون لأنفسنا لا غربيين ولا شرقيين، لكن قسم من الشباب يقولون الغرب سيء والشرق حسن. تتكلم مع هؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منهم. أي آية؟ الآية الثانية، الله سبحانه وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود بعد والذين أشركوا، يعني الذين قالوا مع الله شريك وهي الطبيعة. إذا ما هو يعني طبيعة يعني شريك مع الله هو هذا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. احنا اصدقاء انفسنا، نحن المسلمين 800 مليون، يجب ان نكون كتلة واحدة لا شرقية ولا غربية، وانما اله ونبي ومعاد وحرية وانطلاق وانظمة اقتصادية اسلامية خاصة وعدالة اجتماعية بصورة صحيحة، وأن أي أرض اغتصبت من ناس وهم في الاتحاد السوفيتي أو في إسرائيل أو في غيرها يجب استرجاعها. يقولون قسم هؤلاء أصدقاء، أصدقاء يقتلون المسلمين في أوغادين. كلكم تسمعون الليل النهار
بأن اليوم هذا الرجل المجرم يقتل مسلمي وغادين بسلاح الاتحاد السوفيتي وخبرويات الاتحاد السوفيتي. من يقتل؟ يقتل ابني ويقتل اخي ويقتل ابي وهو صديقي ايضا. وهؤلاء هم المنجون في غابر عن الشباب المعطلين في اوادين. من يقتل؟ كل ليله تسمع في اوادين من هذا الجانب وفي اثريا من هذا الجانب قطعتان اسلاميتان اسلمتا منذ زمان رسول الله. جعفر وربعه لما ذهبوا الى الحبشه ولعلم الشباب الذين لا يعلمون والشابات التي لا يعلم، حبشه هي التي سميت بعد ذلك اثيوبيا، اراد نحو اسم الاسلام. لما ذهب جعفر ابن ابي طالب الى الحبشه مع جماعه من صحبه كان ملك الحبشه رجلا طيبا يسمى بالاصحم او الاصحم، فامن على يد جعفر، كان رجل طيب، امن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما امن النصارى الذين حوله من القتاوبة كلهم أسلموا، ولما أسلموا وزراؤه كله أسلموا. لا معرفة الحق، والإنسان إذا عرف الحق يسمع له. نعم أبو إنسان معرفة يسمع الله. ومن يوم ورسول الله بعد في مكة تحت أبصار المشركين وبعد لم يهاجر إلى المدينة المنورة، حبش أسلمت بالله ورسوله. ولما جاء رسول إلى المدينة جعفر وأصحابه رجعوا إلى المدينة. حتى في يوم خيبر كان هذا العمل، الرسول قال لا أدري بأيهما أنا أكثر فرحا، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. أسلم أولاد من ذاك اليوم حبشة. حبشة الذي تقرأونه في التاريخ والذي تسمعونه في الإذاعات في قصر جعفر بن أبي طالب هي هؤلاء أثيوبيا. وهذه البلاد أسلم والشعب أسلم وتوسع الإسلام في تلك الرقعة من الأرض حتى جاء هؤلاء إلى الثلاثي وقبلوا بعده. إلى الثلاثي كان غربي ضد المسلمين، لكن ما كان يقتل المسلمين هكذا اللي الاتحاد السوفيتي جاء يقتلهم. لكن اليوم إلى الثلاثي كان عميل الغرب عميل أمريكا أيضا يؤذي المسلمين، يضغط على المسلمين، يقتل المسلمين، لكن مو بهذا المقدار 10%. وهذا اللي صديق الاتحاد السوفيتي يقتلهم 100%، وهم إرادة. ويوميا تسمعون في الإذاعات أرتيريا بلاد إسلامية واسعة شعبها مسلم من زمن رسول الله، وأغادين بلاد إسلامية مسلمة وفيها سنة وفيها شيعة وفيها علماء وخطباء وقرآن ومساجد ومدارس حضارة. الآن بسلاحنا يقتلون هؤلاء ليل نهار، وبطائرات من، وبسلاح من، وبخضرويات من. في واقع كل الإذاعة جمهور وكلكم تسمعون إذاعة الاتحاد السوفيتي بسبب الاتحاد السوفيتي والعميلين له كوبا والعميل الثاني المعروف هؤلاء. حتى هذين الإذاعة إذا استمع أنه يقول إن جبهة التحرير أرتريا إلى أهل الكويت، تقول إن جبهة التحرير أرتريا أعطت بيانا أن الذين يقتلوننا هم الاتحاد السوفيتي والكوبيون واليمنيون. هل لدى أهل الكويت كانت تقول؟ فهل هؤلاء أصدقاء ويقتلون المسلمين ليل نهار؟ على كل يجب على الشباب أن يعرفوا أن لا ينخرطوا في الأحزاب الغربية ولا في الأحزاب الشرقية، كلاهما ضد المسلمين. وكذلك جعلناكم أمة
أن علماء الاجتماع يقولون أن الدورة الشيوعية انتهى في العالم. هذا ما قاله نهرو قبل 15 سنة. نهرو عنده كتاب أوصي الشباب بقراءة كتابه. كتابه جميل ولو فيه شطحات وأغلاط. اسم كتابه نظرة إلى تاريخ العالم، أو النظر إلى تاريخ العالم. وكتابه كتبه بلغتهم السنسكريتية الهندية، ثم ترجم هذا الكتاب للغة العربية، وأنا قرأته باللغة العربية وإلى اللغة الفارسية أيضا ترجم هذا الكتاب. في هذا الكتاب ونهر ذاك اليوم مضطهد لأنه كتب هذا الكتاب في السجن. في هذا الكتاب يمدح الشيوعية ويؤيدها ويؤكد عليها، لكن لما وصل إلى الحكم وذهب إلى داخل بلاد الشيوعيين قال أبدا الشيوعية ضلال، بيكون ضلال دينها يعني ضلال البشر. الشيوعية ضلال، وهو يقول لقد انتهى دورها، خلص العالم دور الشيوعية. هذا ما قاله نهرو قبل 15 سنة، 12 سنة قبل اليوم. بعد ذلك فتت التواريخ، لأن الآن بينهم حرب عجيب كما كل يوم تقرأونه في الصحف والإذاعات، حرب بين فيتنام وبين كمبوديا وبين الصين وبين الاتحاد السوفيتي، وكل يكفر الآخر وكل ينزل الآخر. الإمبريالية الذين كانوا يقولون المسلمون رجعيون ومتأخرون هم أخطأوا هكذا. لذا يجب علينا أن لا نغتر ولا ننخدع. أنقل لكم قصة جميلة ولو قصة مناسبة للمقام نأتيها، لكن القصة مناسبة إلى كلمة في قصتنا وننهي به المبحث. لكن المبحث أطول من هذا، ما المبحث شهر ويجب على الشباب والشابات مطالعة الكتب ونؤكد، لأن كل هذه الشؤون لها كتب، والكتب موجودة في مكتبات الكويت من فصل الحرب. جاء رجل إلى الخليفة الثاني، ما هو هذا؟ قال ملحد. ولماذا ملحد؟ قالوا تعال شوف كلامه حتى ترى الحاجة. جاءوا به وقال هل أنت ملحد؟ أعرضكم أنا مو ملحد، وإنما عندي كلمات لا أكثر ولا أقل من هذا. ما هي الكلمات التي قلتها؟ شاهدت الكلمة في أخير القصة. قال الكلمات التي قلتها إني أكره الحق وإني أفر من رحمة الله وإني آكل الميتة وإني أقبل قول اليهود والنصارى. كله غلط. يقبل قول اليهود والنصارى، يأكل الميتة، يفر من رحمة الله، يكره الحق. الخليفة أمر بتأديبه. وإذا جاء علي عليه الصلاة والسلام أبو الإسلام قانونان أيضا من قوسين نقولهما موجزا. القانون الأول يقول إذا قال إنسان شيئا لم تفهم معناه استفسر منه. هذا القانون الأول. المجمل لا يؤخذ به. القانون الثاني يقول الحدود تدرا بالشبهات. وحقيقة القانون الثاني نسخة إسلامية. قوانين العالم لم تصل إلى هذا القانون. وفي ذات الليلة إن شاء الله أبين لكم كيف هذه مفكرة. القانون الثاني يقول الحدود تدرا بالشبهات. أمثل لكم مثال بسيط. إنسان شرب الخمر وعرضت. هذا الإنسان نأتي به إلى القاضي، لماذا شربت الخمر؟ يقول أنا ما كنت أعرف أنه خمر وظننته عصيرا. حيث شربتها لا يحد. يعني أنه كان مشتبها. وكذلك المشتبه في عقائده، إذا افترض أن فرد إنسان أنكر وجود الله لشبهه هذا لا يقتل وهذا لا يجلد، وإنما يؤتى به إلى العالم أو النبي في زمان النبي أو الإمام في زمان الإمام
يناقشه مناقشة هادئة حتى يخرج الشبهة من ذهنه. فالمجمل لا يؤخذ به، هذا القانون الأول الإسلامي وله تفصيل. القانون الثاني الإسلامي الحدود تدرى يعني تمنع بالشبهات، يعني إذا كان المرتكب للجريمة خطأ اشتباها جهلا نسيانا غفلة هذا لا يجرى عليه الحد. الإمام أمير المؤمنين سأل هذا الرجل قال كلام كمجمل ماذا تقصد؟ إني أكره الحق هذا قرطاس، إني أكل الميت ثوب قرطاس، إني أقبل قول اليهود والنصارى ثوب قرطاس، إني أفر من رحمة الله ثوب قرطاس. أي رحمة؟ أي حق؟ أي قول يهود ونصارى؟ أي ميتة؟ مجملات؟ قال نعم يا علي، إني أكل الميتة يعني شنو؟ يعني تكلم السمك ميتة والمدقات السكين؟ لا، أكو مسألة أقولها أيضا ولو أننا أعطلنا هذه الليلة. السمك المشهور عند بعض الناس أنه إذا ذبح حرب، هذا ما هو حتى إذا ذبح السمك ما حرم في خارج البحر، وإنما يكره ذبح السمك. والطريقة الشرعية لموت السمك هو أن يموت خارج الماء، نأخذه حيا من الماء ويموت. أما إذا أخذناه من الماء وذبحناه عملنا مكروها، وإلا السمك وحلال. الإمام أمير المؤمنين سأله ماذا تقصد بقولك؟ قال أما إني آكل الميت فآكل السمك، وأما إني أفر من رحمة الله لأن المطر رحمة الله، والله يعبر عن المطر في القرآن الحكيم برحمته. قال إني لما ينزل المطر أفر، وأي عاقل يبقى تحت المطر فلن يصف صاحب إلا إذا أراد أن يغتسل والوقت حار. أفر من رحمة الله يعني أفر من المطر. وإني أكره الحق، الموت حق، ونقرأ في دعاء العجيلة وأشهد أن الموت حق والقبر حق وسؤال منكر ونكير حق. إني الموت أكرهه، وكل إنسان يكره الموت لا شك فيه. وأما إني أقبل قول اليهود والنصارى لأنه في القرآن آية تقول قالت اليهود ليس للنصارى على شيء، وقالت النصارى ليس لليهود على شيء. نصارى كانوا يقولون اليهود ضعفهم دين، اليهود أيضا كانوا يقولون النصارى معهم دين. أنا أقبل كلامهم صحيح. الإمام أمير المؤمنين قال يا هذا خطب الخليفة إن كلامه مؤول وهو لا يقصد كفرا وانحرافا فأطلق سراحه. شاهد كلامنا أن هؤلاء الذين يسبون بعضهم بعضا، هؤلاء يقولون فلان بلد شيوعي إمبرياليين هيمنيين استعماريين، وهؤلاء الثانيين يقولون إن البلد الفلاني هيمني استعماري إمبريالي. حقيقة كلاهما صادقان، كما صدق الرجل قول اليهود والنصارى في صيغة ذلك اليوم، أيضا نحن يجب علينا أن نصدق قول هؤلاء الذي يتهم بعضهم بعضا بأنهم غير صحيحين، ويجب علينا أن لا ننخدع بأساليبهم وأفكارهم، وأن لا نترك مبدأنا وديننا واقتصادنا وسياستنا الإسلامية وثقافتنا لبعض ما يقولون لبعض الشباب من الكلمات المزوقة الفارغة. ونسألها التوفيق لما يحب ويرضى.